تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي السموم تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسري بعروقي لواهي تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم تتكتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ودروني لا صديق ولا رفيق ضيعوني ولا انا تهت الطريق ودروني لا صديق ولا رفيق ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر ردي يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر لنا نور الفجر خليش الحين من كلام عيسى، أنا خبرتك بكل شيء. يعني كل اللي قلتيه تشوفي شيء عادي؟ يا أمل زوجي يريد حنان، أنت جاية تطالبي بميراثك عشان تريدي تسوي عملية ثانية، ليش جاية الحين تكلميني في موضوع عيسى؟ إيش هذا التناقض؟ كل شيء صار متناقض معانا يا أمل، وكل شيء تبدل من حال إلى حال، وأنت تشوفي اللي جالس يصير معانا شيء طبيعي؟ تتجد يا زينب
أحسنت يا خميس، ونعم الصديق. وأنت بعد يا سارة مشكورة. أنا ما سويت شيء، وأخوي أعتذر إنه يجي يكفلك، أما أبوي فهو بمسقط وحيرجع بعد يومين. عموما كل اللي سويتيه تشكري عليه، وتأكد إني ما بنسى كل هذا المعروف اللي سويتيه. على كل حال الحمد لله على السلامة. أما بالنسبة لموضوع شيخان فهو مصر إنه ما يرجع الشركة. ما مشكلة. إجراءات وكذا خلاص أقدر أطلع. بالنسبة للتوقيع باقي ما قطع إن شاء الله. أيوة عيسى. لا أنا ما في البيت، عند أخوي أحمد بالفندق. طبعا جاي علشان الورد. تمام. ليش يفرجوا عنا؟ ومن هذا اللي يفرجوا عنا؟ من غيره، زوجك. كيف كذا وهو الحين جالس يكلمني؟ خليه يخبرك إذا عنده شجاعة. ما بس عيسى اللي يستاهل ينسجن، في حد ثاني لازم ينسجن. أيوة عيسى، أنت وين؟ وليش يقول أحمد أنك أنت في السجن؟ لا ما عارفين أنك جاي الفندق. عيسى أنت جاي، لكن أرجوك ما أريد مشاكل، خلينا نحل موضوع الميراث بهداوة. يلا مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين زينب؟ ما جبتها معك؟ عمره الحق ما يضيع يا بنتي. بس بنتي ما رجعت. ولينا حق بترجع، مثل ما أنا جاي الحين أرجع الحق لأصحابه. أتمنى جمعتكم هذه كانت بالسنين، كنت على الأقل خففت عني المعاصي. عم ناصر يا ليت لو تدخل في الموضوع على طول. البداية طويلة يا ولد والنهاية قريبة، والدنيا كلها دروب، وأحيانا درب الإنسان الضعيف هي الشيطان، وشيطاني أنا استغل حاجتي وضعفي. شيطاني ما من الجن، شيطاني من الإنس ومن أقرب الناس لي ولد أختي، ولد أختي عيسى. عم ناصر سامحيني يا بنتي، هذا هو الكلام الصحيح. إذا السالفة فيها عيسى أكيد سالفة طويلة، بس نهايتها قريبة يا ولدي يا محمد، نهايتها قريبة. يعني إيش عم ناصر؟ قتله قبل شوي، أحفظ مكان الأرض اللي شفناها مع بعض، وبعدين باخذك المزرعة عشان تشوفها على الطبيعة.
إيش دخل هذا في اللي جاي تقوله يا عم ناصر؟ إذا كان الموضوع له علاقة بزينب فأرجوك تكلم بسرعة. عمي ناصر الله يخليك، قول لي وين بنتي؟ في بيتك ولا في المزرعة ولا في الوادي ولا وين؟ أنتوا إيش جالسين تقولوا؟ تتهموا أبوي إن زينب عنده؟ هو طول الليل والنهار جالس يدور عليها؟ عجب، إيش اللي يريد يقوله أبوك يا زاهر؟ اللي يريد يقوله يا أمل إن المزرعة والأرض اللي تكلمت عنهم هي أملاككم، أملاك الورثة. إيش تقول يا أبوي؟ نعم يا أحمد يا ولدي، هي أملاك، وكل هذه السنين كان عيسى يريد يمسيكم إياها ويسجلها باسمه ويستثمرها ويحولها إلى فندق كبير. المزرعة اللي عنده هي ملككم، وعيسى استخرج لها أوراق عشان يثبت إنها ملكه، وهي ما حالة. وأنت يا أبوي؟ أنا يا ولدي بس مزارع من أيام أبوهم الله يرحمه سيد بن سليمان. هذا حقكم يا أولادي، والحق عمره ما يضيع. بنتي حق، بس وينها؟ نعم يا بنتي، بنتك حق، ولازم الحق في يوم بيرجع، لازم بيرجع. إيش هذا اللي جالس يصير؟ في كل مشكلة عيسى، في كل سالفة عيسى، وأنا ما أعرف عنه أي شيء. معقولة كل هذا؟ وأنت إيش خصك في عيسى يا أبوي؟ في اللي جالس يسويه؟ سامحني يا ولدي، أنا كنت الشاهد اللي يسويه عيسى. كل شيء يسويه عيسى أنا الشاهد معه. شاهد زور؟ لحظة يا زاهر، قبل لا تصير وتخليني اسمع آخر كلمتين. كنت دائما تسألني يا ولدي ليش أروح أدور على زينب في الليل في الوادي؟ كنت أريد أكفر عن ذنوبي، فهي اللي سويته في حياتي مع أحمد وإخوانه. كنت أتمنى أحصلها، أتمنى أحصلها وأجيب لكم إياها عشان تسامحوها. أنا اللي سويته شيء ما بسيط، شيء يعذبني يحرقني مثل النار وأشوفه طول الليل في منامي، عذبني ويحرقني. تفضل، هذه الملكيات وكل ما بقى. هذا هو جايك، يلا انا بروح. لحظه مناصف، تقول عيسى في السجن؟ هذا عيسى قدامك؟ السجن له هو وامثاله، تأدب اذا ما خليتك تندم طول عمرك يا احمد. ما اكون انا عيسى. اطلع من هالمكان، اطلع. ليش شريت الفندق بعد ما سرقت اخوانك؟ كذاب، انا ما سرقت اي حد منهم. حقهم في ميراث ابوهم، اعطي زوجتي حقها اذا تقول ما سرقتهم. ما عندك كلام تقول؟ ها، اخوكم المحترم هذا استغل التوكيل اللي اعطيته اياه وباع كل املاككم لصالحه، باع الأراضي والمزارع والبيوت اللي في مسقط والداخلية والشرقية، دخل سوق مسقط للأوراق المالية وخسر نفس الفلوس. ولما صارت طفرة ارتفاع أسعار الأراضي حب ينقذ نفسه وغرق أكثر بسبب الطمع. صحيح هذا الكلام يا أحمد؟ كل الكلام اللي قاله عيسى صحيح، بس والله والله ما كان قصدي إني أسرقكم ولا أخذ ميراثكم. أنا كان قصدي إني أوظف هذه الأموال عشان تاخذ الفايده وترجع رؤوس الاموال مثل ما كانت. ها، وهذه بنفسها سرقه، لانك تاخذ حقوقنا بشكل غير مباشر. كذا ولا كذا احنا شركاء معك في الفايده. نيتك ما كانت سليمه يا اخوي، عشان كذا راحت الفايده وراح الميراث كله. هاي حسنيه تتكلم عنها، تسرق اخوانك وتقول حسنيه، تاخذ حقي وتقول ما قصدي. هذا لو قصدك انت ايش بتسوي فينا؟ أنا رهنت البيت عشان أسترجع بعض الميراث اللي راح عني،
لكن تقديراتي كلها طلعت غلط. ما أقدر أتحكم بسوق المال ولا سوق العقار، عشان كذا خسرت كل شيء. أنا ما مستعد أخسر مثلك يا أحمد. أنا أريد حقي من الميراث. وأنا بعد. أنت إيش جاي منك هنا؟ لا تستعجل يا عيسى، الحين بتعرف ليش أنا جاي. تفضلي يا أمل. إيش هذا يا شيخ؟ هذا الملف اللي فيه التنازلات المزورة اللي عملها عيسى علشان ياخذ أموالكم اللي هني في الجبل. سور توقيع كل واحد فيكم. هذا غير التوكيل اللي عمله أحمد لعيسى علشان يبيع أموالكم اللي في الشرقية. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. أمل، تتذكري لما سألتيني من وين جبت رقم هاتفك النقال؟ من هنا. فهذا الملف تنازلك لعيسى، تنازل زوجته حنان، تنازل محمد، وعمل حسابه أنه ما يعمل تنازل لأحمد علشان ما ينكشف بسرعة. صح يا عمي ناصر؟ وأنا كنت شاهد الزور على ذيك التنازلات. تزور يا عيسى؟ تزور؟ أنت إيش ناقصنك عشان تزور؟ شيخان كذاب! بس هذه الأوراق ما تكذب يا عيسى. أنا الحين عرفت بس ليش الله ما يرزقني بأولاد منك، عشان ما يعيشوا بفلوسك الحرام، وأنا بعد ما أريد أعيش بفلوس الحرام. طلقني، طلقني يا عيسى. بيني وبينكم المحاكم يا عيسى، ما راح أخلي حقي وحق أخواتي يروح الفاضي. صفوا حساباتكم بعدين مثل ما تريدوا، خبروني وين بنتي، وينها؟ زينب بعدها في الوادي، نحن أمس شفنا آثار يدها على صخرة كبيرة وبلغنا الشرطة وأكيد بيحصلوها. ليش ما خبرتني؟ ليش ما خبرتوني؟ ليش؟ زينب، حنان، أنت طارق. سامحني يا زاهر، سامحني يا ولدي. ليش كذا سويت يا أبوي؟ علشانك يا زاهر، كنت أريد أضمن لك مستقبلك وحياتك. أنا ما عندي شيء أخلف لك إياه يا ولدي، وعيسى وعدني إنه ما يتخلى عنك إذا أنا ساعدته بالشهادة. بس هذه شهادة. أعرف، أعرف يا ولدي إنها شهادة زور، بس المبلغ اللي وعدني به عيسى كان على الأقل بيساعدك في حياتك. الحرام تخليني وحدي يا ولدي يا زهر. لا يا ابوي، ما راح اخليك، ما راح اتخلى عنك.
سامحني يا ولدي، سامحني. يلا شباب همه همه همه. حصلت شيء فوق؟ ها شباب يلا يا شباب يلا همه همه زينب 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 يا الله جيد جيد ارسل واضح حدد لي موقع البنت واضح واضح استلمت افراد جمعوا خلاص عثرنا على البنت تعالوا تبعوني جبل أقمر 20 جبل أقمر 20 من حصن 15 جيد أرسل البنت موجودة معانا في تجمع نقطة باء إن شاء الله زينب
نبيلة ركبي وركبي الأولاد عشان رايحين مسقط. احنا انا بروح مع محمد. بابا تعال معنا. تنبض بصدري بدل قلبي الهموم تسرب عروقي لواهي السموم
قلبي لهموم تسرب عروقي لواهي بالسموم يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر كتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم كتم في داخلي صرخة ألم ضاع دربي والأمل أصبح وهم ضيعوني ودروني لا صديقون أرفي ضيعوني ولا أنا تهت الطريق ودروني لا صديقون أرفي ودروني أصرخ من اللي أنا بليل الجنون أنا بليل الجنون يا براتنا يا روح العطر رد يا زينب لنا نور الفجر لنا نور الفجر